توفيق محمد يلعب الكرة، تغطية خالد الغامدي لازالت خطيرة، مجرشي هيا كرة أمام، محاولة علي زكعة تسديد، الله بالقوة يا علي الزقعان، بالقوة لعبها، لعبها بكل قوة على يسار ملائكة. أبدا أبدا النموذجي يقول اشتقنا للانتصارات، وها هو علي الزقعان يحرز أول أهداف المباراة لمصلحة النموذجي. واحد الفتح لا شيء الفيصلي، كرة كانت حائرة، وهذه تحية من الزملاء لأحد اللاعبين الذي رزق بمولود، وبالتالي رابطة الجماهير الفتحاوية تنتعش طربا في المدرجات وسط ذهول مصطفى ملائكة، ووسط تحية من المدرب هشام موسكا للاعبيه بالعودة إلى المباراة. شوف اللقطة، شوف التهيئات، هياها بشكل جميل، علي الزقعان ما في رقابة، كان وحيد، سدد بكل قوة، شوف شوف هذا تيفيردي، تيفيردي هيئها أمام علي الزقعان، وحيد وضعها في الزاوية، قوية، ما ممكن يكون مصطفى ملائكة يتحمل، لأن الكرة بالفعل قوية، قوية للغاية. واحد الفتح لا شيء، لا شيء الفيصلي، لا شيء الفيصلي، وهذا عن الفرحاء عن الزقعان واحتفاليته بهذا الهدف. واحد الملك العب مع النادي الاهلي يقول كلها مباريات صعبه، هذه كره للامام، يوسف الجبلي، يوسف يتقدم، يظهر يوسف بمهاره، مارتس، الله 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 ثبت المدافع وسجل الفيصلي. هكذا أبناء حرمة قد وجدوا المرمى يا فهد المدلج، وجدوا المرمى تماما، وهدف التعادل يسجل يوسف الجبلي، وقف المدافع ثبته، وقف وسجل الجول الأول، التعادل، ويا لفرحة الأطفال الصغار على هذا الهدف، هدف أول يسجل، وحكم المباراة لا زال ياخذ التوصيات من حكم الفيديو. هذه الكرة، هذه الكرة، هذا يوسف الجبلي وقف، شوف يا عين يا ولد يا ولد، ثبت البرتغالي، الهولندي عمل حركة، هذه التمريرة من محمد قاسم، وهذه يا عيني، سحبه سحبه، ودا على زاوية، ودا على جهة، وهو راح على الجهة الثانية، أوهو أوهو على الكرة. وعلى فكرة الحكم البولندي الفيديو يكلمونه هناك في تقنية الفار على أن الكرة فيها شكلة، نعم هدف التعادل، هدف التعادل إلى يد مصطفى ملائكة، يبحث عن كرة سريعة، في لاعب سريع طلع، خالد كعبي على اليمين، تقدم تقدم على اليمين، هذه فيها خطورة لأن في جاء الآن اثنين من الخلف، محاولة محاولة أمام الجول، أمام الجول، أمام الجول، خلص الفيصلي في المجمع، اجتمعوا الليلة على كلمة واحدة، الفوز ولا غير الفوز، اجتمعوا في المجمع على كلمة واحدة، الفوز ولا غير الفوز هنا لأبناء حرمة، عرفوا طريق المرمى، عرفوا طريق المرمى، سجلوها بثلاث أربع لمسات وبهجمة مرتدة تدرس للفيصلي يسجلها على طول. بونيفاسيا 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 سجل الجول الثاني بعدما تقدم النموذجي، عاد الفيصلي، شوف الهجمة، شوف 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 خالد كعبي وين راح، أخذ الانطلاقة على اليمين، وصل بسرعة لكنه وقف على كورته، جاء من الخلف الآن، قال أعطيني الكرة، أنا الآن جاهز، سجلها على طول بنفاسيا، سجلها على أنفاس رائعة ومميزة، خالد الكعبي لعبها لجوستافو، الثالثة وين؟ راحت على اليمين، راحت على اليمين، وأبناء حرمة هنا عرفوا طريق المرمى، في مباريتين لم يعرفوا طريق المرمى، صفر 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 صفر، واليوم عرفوا كيف يصلون إلى المرمى مع هدف هذا اللاعب الذي يظهر، اللاعب الهولندي، هذه كرة والمحاولة مع هدف هذا اللاعب الذي يظهر، اللاعب الهولندي، هذه كرة والمحاولة، يحاول النموذجي مر من الأول، محاولة أمام الجول، أمام الجول، عاد النموذجي، عاد مجرشي، عاد مجرشي.
الأجرشي لأنه يعرف طريق هذا الملعب ويعرف طريق المرمى. عاد بجرشي وعاد النموذجي بكلمة واحدة: سأعود، فأنا جئت للمجمعة على أن أعود بالانتصار. والتعادل 2-2. ياهي غريبة المباراة، ياهي غريبة الأطوار والأوضاع والتقلبات، وكأننا نعيش أجواء في فصولها الأربعة متقلبة. تقدم النموذجي، عاد الفيصلي مرة أخرى، تقدم الفيصلي وفي دقيقة الله على ماتياس قال لمجرشي على طول سجلها على روعة ماتياس ومهارة هذا اللاعب، لعب كورة وسجل من خلالها. الله، شوف هذا وخايف، هذا وخايم، هذا وخايم الذي يظهر المرة الأولى بعد عرضية. وخايم هو من صنع، وخايم هو من صنع هذه. كوستاف الكعبي، يحاول الكعبي، يوسف الجبلي بالخلف، محاولة تسديدة. الله 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 الله، وعلى سرعة القرار، وعلى هذا التميز على التسديدة الرائعة 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 جدا. ثلاثية للفيصلي، ابتسم يا صغيري ابتسم، فالفيصلي سجل الهدف الثالث. إن كنت لا تدري فسجل الهدف الثالث على يمين حارس المرمى. مباراة مفتوحة مفتوحة مفتوحة، وسجل الفيصلي. وهذه الجماهير الفيصلاوية التي أتت من حرمة، هذه العائلات التي تشجع والأطفال والصغار، عادها مرة أخرى، قالها بونيفاسيا، وهذه هي الأنفاس الفيصلاوية عادت. شوف شوف القرار، شوف القرار، شوف القرار، شوف الآن الزاوية اللي وزع لنفسه زاحفة راحت على يمين حارس المرمى. يا عيني على اللاعب الهولندي، على المكسب الفيصلاوي الرائع، وضعها على اليمين وسجل فيها كورة جميلة. لكن شوف كيف وزع لنفسه، راح على جهة وأخذ اللاعبين وسجل وسدد، وعلى روعة القرار اللي أخذ بونيفاسيا وسجل من خلاله الجول الثالث لمصلحة فريق الفيصلي.